سنتعرف على أبرز النصائح مع استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد محمد الطيطي. صباح الخير لك دكتور محمد. أهلا، صباح الخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة. موسم، أنتم بتقولي بتوصلكم مسجات بس ما بتبلش أول يوم وثاني يوم، ثالث يوم العيد. ثالث يوم العيد بتبلش المسجات وال ندم ولا إيش بيكون؟ حالات مستعصية؟ لا، هي بتكون إنه بلشت الأعراض تظهر. الآن المرضى بلشوا ينتبهوا إنه بلش عندهم أعراض ويبعتوا إنه أنا هيك صار معي وشو بتنصح وشو ناخد أدوية وأشياء. شو الأشياء المشتركة بهاي الحالات؟ الأشياء المشتركة إنه الأعراض بشكل عام هي متنوعة، بس الأعراض بشكل عام في اشتراك بكل الأشياء اللي بنسمعها. يعني في عدة أعراض بتكون موجودة، أهمها وأكثر إشي بنسمعه أنا مش قادر أكل. أنا إذا بأكل لقمة بحس حالي ماكل وجبة كاملة. فهاي فقدان الشهية والشعور بالشبع المستمر. خلال الثالث أو رابع يوم العيد بكون إنه أنا شاعر بالشبع مش عم بأكل. ألم البطن، أنا عندي انتفاخ، أنا منطقة أعلى البطن عندي فيها عدم راحة أو حرقة في المعدة، غثيان، تقيؤ، تجشؤ، الإمساك. فانت بتسمعي اعراض مختلفه ولكن بشكل عام بتصب كلها بنفس بتعرف شو الملفت دكتور؟ انه معظم الشعب الاردني عم بسمع كثير فكره الارتجاع المريئي. نعم. وفكره انه ايضا الامعاء دائما هناك تلبكات معويه. نعم. العيد بيجي يعني بيطلع كل الامراض والاعراض اللي بتكون موجوده. في هناك ممارسات مستمره دائما تتكرر. نعم. في العيد نضلنا نعملها وأقول لك رح نعملها. يعني احنا عارفين انه رح نعملها، ولكن خلينا نشوف ما هي القواعد الأساسية. يعني في برضو قواعد أساسية ممكن تجنبنا إلى حد ما الوقوع بأقصى حالات الألم على الأقل. يا ستي، اللي هو الجهاز الهضمي زيه زي باقي الجسم. يعني احنا كل جسمنا بكون متعود على نمط معين. يعني انا مثلا ما بمشي وما بتحرك وفجاه اقرر انه انا امشي كثير، طبعا جسمي بده يشعر بالاجهاد والاعياء. فانا اذا بقيس هذا الحكي على الجهاز الهضمي، جسمي متعود على نمط غذائي معين وعندي في اعراض ستيل، يعني عندي لسه في اعراض. طب انا باجي فتره العيد او فتره المناسبات بغير كل النمط الغذائي. أنا من الصبح فطوري بيختلف عن الفطور اليومي. إذا كان يفطر. يعني حتى فكرة الفطور الثقيل، يعني خلينا نحكي عن عيد الأضحى تحديدا، معظم الأشخاص يميلوا إلى فكرة الفطور اللي هي من الفطور الأضحية. طبعا ليش بيعملها الواحد خلال السنة؟ يعني هذا الموضوع ليش لهالدرجة بيتأثر الإنسان بهذه الطريقة وشو يعمل؟ الجهاز الهضمي بتعود على نمط المريض الغذائي، يعني بتعود على النمط الغذائي. أنا متعود ما أفطر، معدتك متعودة إنه ما تفطر. أنت اليوم جيت أفطرت وأفطرت إشي كتير دسم، معدتك مش متعودة، فهي بتكون العسر الهضم او التلبك المعوي بيكون نتيجه التغير المفاجئ في النمط الغذائي. هذا هو السبب الرئيسي. بس في اشياء احنا بنعملها بالعيد وماكولات بناكلها، سواء طبيعه الاكل او نمط الاكل بياثر. يعني احنا لو بدنا نحكي، تعالي ندخل على بيت بالعيد، يعني شو مائه الضيافه للموجودين، بنحكي اول شيء عندنا دائما القهوه موجوده والشاي. طب هدول مشروبات عالية الكافيين، أنا ممكن بشربهم بشكل محدود خلال اليوم، بس بالعيد حشربهم كتير. طب المشروبات عالية الكافيين حتعمل لي مشاكل بالمعدة. طب إيش كمان برضو على المائدة؟ عنا الشوكولاتة مثلا، طب ما هي برضو هذه عالية الكافيين، والكاكاو والدهون. إذا أنا أكثرت منهم خلال اليوم، طبعا هذا واحدة من الأسباب المهمة للتلبك المعوي. عنا الكعك اللي هو برضو عالي الدهون والسكريات، فبالتالي هذا برضو من الأسباب. فإحنا أوريدي بس على مائدة الضيافة تاعت العيد. بس كلمة أكثرت إحنا في عنا مشكلة معها. عندما تقول أكثرت، نعم، أكثرت بالنسبة لكل شخص غير عن الثاني. صح. في ناس بقول لك تنتين أكثرت. نعم. في ناس ثلاثة أكثرت، في ناس بعد السبعة وثمانية، يعني إذا بدك مثلا أربع خمس بيوت كل واحدة حبة معمول أو حبتين، وبالبيت الصبح واحدة، إحنا بنحكي عن معدل من 7 إلى 10 حبات معمول. ما هو أكثرت؟ ما هي كلمة أكثرت هون تعني؟ هو أنا لا أعتقد أنه في طبيب حيعطيك رقم، ولكن أنت ما تتعدى كثير نمطك الطبيعي. إحنا هلأ بالأيام العادية قديش مثلا لو في كعك
هذا قديش حناكل منه. فأنا ما بتعدى كثير، أستبدل بعض الأشياء بعادات أخرى. أنا أقرر أنه أنا وأنا طالع مثلاً بدال الشاي والقهوة عند الناس، أنا بدل ما أشرب شاي قهوة عند كل حدا، ممكن أشرب قهوة عند أول بيت من عايد فيه، أو لا بنشرب مي. الإكثار من المي بيساعد كثير، يعني يعني بخفف نسبة الكافيين اللي ممكن تكون موجودة بسبب شرب المياه. يعني هي بدها إنه الإنسان يعني يعمل خطة غذائية ذاك اليوم، بس بنوعا ما إنه هو يعني الإكثار من الماء خلال هاي الزيارات ممكن يخفف من ال. طيب ممكن نعمل هيك نسهل على الناس نعطيهم معلومات، يعني مثلا أنا بدي أعطيك أصحاب أمراض معينة، نعم، تعطيني مثلا من نصيحتين إلى ثلاثة مهمين جدا. مثلا مريض السكري ماذا تنصحه بالعيد؟ بنصح مريض السكري أنه يبتعد عن السكريات العالية مثل الحلويات، الكعك بالذات لأنها عالية بالسكريات وعالية بالدهون. بنصح مريض السكري تناول كميات أكبر من الماء. الوجبات الدسمة، حتى لو كان هناك، يعني أنا ما بدي أقطعك ولكن بدي أحاول أستغل الوقت، حتى لو كان هناك الآن الكثير من مثلا أنواع معمول جديدة، القمح بقولوا لك غير عن السميد، السميد غير عن الطحين، هل بتفرق هذه الأمور خاصة مع الأمعاء والجهاز الهضمي؟ أنواع مثلا حتى السكر، أنواع الشوكولاتات، الناس كثير صارت حتى تسويقيا عم بتحاول أنها تسوق أمور على أساس أنها أكثر صحة، ولكن لا نعلم هل هي فعليا أكثر صحة أو لا. مهما كان المنتج الاعتدال هو الأساس، يعني أنا بخفف العدد الكمية اللي عم باكلها، باكلها ببطء، يجب أنه أنا ما أكل الأمور بسرعة. أحيانا بحكي لك زيارة عيد اللي هي زيارة سريعة، فالناس أحيانا بتتناول وجبة كميات كبيرة خلال فترات قصيرة، صحيح. الكمية يجب أن تكون محدودة، مهما كان المنتج غذائي وصحي أو يعني هيك التسويق له، إنه الكمية تكون محدودة مهم، تناولها في أو في وقت أطول مهم. يعني أنا مش شرط إني أنا أخلص الكعك اللي أنا عم باكله عند الناس، أنا ممكن خلال مشواري إذا أنا بدي أخلصها أنا أخلصها. يعني الكمية والوقت الذي إحنا بحاجة إله حتى ننهي هاي الكمية. عندما نتحدث أيضا عن مرضى القولون العصبي، بتعرف كلها أيضا بتأثر على الأمعاء. في ناس عندهم أصلا ضغوطات نفسية، يعني بتعرف الأمعاء أيضا تتأثر بالحالة النفسية التي يعيشها بعض الأشخاص. شو ممكن تنصح هؤلاء الأشخاص مثلا؟ القولون العصبي خلال العيد الإجهاد حيزيد الأعراض. يعني إحنا بنحكي عن الغذاء بس الإجهاد حيزيد الأعراض، الجفاف حيزيد الأعراض، وإحنا موسم صيف وموسم حار. يعني أنا بالقولون العصبي بحكي له الإكثار من الماء، تقليل الإجهاد، يعني أنت وزع واجباتك الاجتماعية على أيام العيد، ما تحاول أنه أنت تنجز كل أمورك خلال فترة قصيرة، لأنه الإجهاد حيخليك تتعرض لأعراض كثيرة يعطلك عن باقي نشاطاتك الاجتماعية خلال الأيام القادمة. في أي حال من الأحوال هل هناك أدوية؟ في بعض الأشخاص بتعرف يعني إحنا ملوك في التعامل مع الأدوية والاستشارات من جار لجار منقوم فيها. في بعض الأشخاص يتناولوا بعض الأدوية قبل يوم العيد تحسباً للأمعاء تحديداً، تحسباً لأي تلبك معين، هل هذا جائز ومعقول ومنطقي؟ هلا موضوع تناول الأدوية، إذا كان المريض عم بياخد هاي الأدوية من قبل العيد، يعني هو مثلا كان عنده أعراض مزمنة استشار فيها طبيب، وفي بعض العلاجات المحدودة بيعتبروها over the counter، يعني ممكن المريض يتناولها بدون وصفة طبية، مثلا بعض أدوية الحموضة اللي هي في الأنتي هيستامينز أو البروتون بامب انهيبيترز، يعني الفاموتيدين أو أدوية الحموضة بشكل عام. إذا المريض كان ماخذهم عن طريق وصفة طبية أو ما عنده أمراض وأدوية مزمنة أخرى وأخذهم على يعني باجتهاده الشخصي من قبل العيد، أحياناً إذا هو بيعرف أنه الأعراض عنده حتزيد خلال العيد صباح العيد، يعني هو أقدر على معرفة كيفية عمل جسمه، بس بده يكون أنه يعني ماخذهم قبل هيك، مش أنه الآن مش لأول مرة. نعم. طيب أقصى حالات الخطورة ممكن أنه يعيشها شخص، أو مثلا في حال وجود تلبك معين كيف يجب أن يتصرف الشخص بصورة سريعة؟ تمام.
التلبك المعوي بحد ذاته ليس خطير، يعني المريض لما يصير معه الأعراض ما حي يعني في المعظم ما حيصير عنده تطور خطير للأعراض بحيث أنه يؤثر على صحته. ولكن التأثر اللي بيصير اللي هو تعطله عن قدرته عن القيام بواجباته ونشاطاته الطبيعية. نفترض أن المريض عنده تلبك معوي، الآن إحنا كل النصائح والوقايات ما اتخذناها، وإحنا الآن عندنا تلبك معوي، في عندنا بعض الإجراءات المنزلية وبعض الإجراءات العلاجية الدوائية. مثلا زي ما أنا حكينا الأعراض المعدة اللي هي الحرقة والانتفاخ والآلام والشعور بالشبع موجودة، أدوية مضادات الحوامض ممكن تساعد في هيك حالة، سواء النوعين الموجودين اللي هم الأنتي هيستامينز والبروتون بامب انهبيترز، يعني في أنواع ما بدنا نحكي أسماء الأدوية، ولكن بشكل عام أدوية الحوامض موجودة. في الوصفات المنزلية، يعني هاي اندرست، في بعض الأعشاب اللي بالبيوت بتندرس، مثلا الجنجر أو الزنجبيل مثلا مدروس وعليه دراسات إنه بيخفف من أعراض المائدة، فهاي الوصفات المنزلية تناول هذا بيساعد على تقليل التشنجات. الجعدة بتساعد؟ الجعدة هلا في، لأنه في اختلاف على تعامل مع الجعدة، لأنها فعليا ليست سهلة، هي عشبة سامة. الأعشاب غير سهلة، يعني أنا مثلا شكرا جزيلا على الإضافة هون، لأنه بعض الأعشاب مثلا البابونج كثير بيستعملون الناس. طب البابونج أنا مريض ماشي على مميع للدم، بقول له ما تأخذ البابونج لأنه بيعمل زيادة تميع بالدم. تمام، يعني أكيد هاي واحدة من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الأشخاص ولا يتعامل بيمكن استسهال. نعم. لهذه الحالة مثلا عندنا الشاي بالنعنع، يعني النعنع من الأشياء اللي بتساعد مثلا على بعض أعراض المعدة، بس مريض عنده ارتجاع حامض مزمن، يعني هو عنده ارتجاع حامض، بقول له النعنع على الأغلب أنه حيزيد الأعراض عندك، يعني النعنع بيزيد أعراض الارتجاع الحامض مع أنه بيساعد التلبك اللي هو التشنجات الغثيان، بس مريض عنده ارتجاع حامض بحكي له انه ممكن ما بيساعد. معناته كل يعني شخص ممكن هو يكون الاقدر على معرفه اختلاط بعض الادويه مع بعض، مع بعض الاعشاب، مع يعني لا يمكن انه نعمم طريقه التعامل مع التلبك المعوي. صحيح، استشاره الطبيب بتكون مناسبه للاطفال كمان، ما هو كمان السوبر ماركت عندما نتحدث. صحيح. عن حلويات بصوره كبيره جدا، ايضا الاطفال يصيبهم تلبك معوي، هل نتعامل معه بنفس الطريقه؟ صحيح. التلبك المعوي عند الأطفال مشابه جداً للكبار، والتحديد كميات الحلويات اللي بتناولوها الأطفال برضو حيساعد بالوقاية من موضوع التلبك المعوي. نعم، هل هناك أيضاً بتنصح بأدوية معينة للأطفال في حال وجود تلبك معوي بصورة كبيرة؟ يعني إن كان إحنا بنتحدث هون تلبك ممكن يحدث إمساك، أم ممكن يكون تلبك معوي يحدث مثلاً مضاعفات أخرى مثل الإسهال أو غيرها؟ صحيح، من أكثر الأعراض الموجودة هي الغثيان والمراجعة عند الأطفال، فإحنا أدوية المراجعة ممكن بتساعد بهيك حالة. الإمساك أنا بنصح أنه تناول كميات أكبر من الماء عند الأطفال أكثر ما نأخذ الملينات، إلا في حالات أنه استمر الموضوع لأكثر من يومين ثلاثة، بالعادة الأمور تنتهي خلال يوم أو يومين عند الأطفال، فإحنا بنحكي خلال هاي الفترة نركز كثير على السوائل ونعطي أدوية للغثيان والمراجعة. نعم، بصورة سريعة أكثر الأمور التي تنصح بها خلال فترة العيد، خاصة أنه في بعض الأشخاص بتعرف ما في وجبات، يعني ممكن إحنا نفطر، نقعد على السفرة ونفطر، لكن الغداء ممكن يروح الواحد شبعان، يعني يروح اليوم وهو شبعان بس لكن لم يجلس ويتناول وجبة صحيحة. العشاء نفس الإشي، فبرأيك هذا إلى أي مدى يساهم لعدم وعي الشخص ماذا دخل على جسمه؟ يعني إحنا بنوعى بآخر يوم بالعيد ما بنعرف، فكيف ممكن تعطينا نصائح بحيث انه يكون وعينا لهذا الموضوع اكبر؟ احنا ممكن ما نوعى بنهايه اليوم قديش اكلنا وقديش هذا، بس احنا خلال الاكل بنوعى انه احنا شبعنا ولا لا. خلال فتره العيد انا بنصح كل انسان قاعد على الفطور يقوم الشبعان. يعني انت تعرف انه يومك مليء بالفعاليات فانا وجبه الافطار، نعم العيله مجتمعه وعم تاكله، بس مش شرط انه انت تشبع. يعني انت تقليل كميه الاكل، بعدين نوعية الأكل، أنت عم تأكل وعندك أصناف مختلفة، كل الأشياء أقل الدهن، خلال يعني توزيع الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم مش ثلاث وجبات. يعني أنا خلال العيد بدل ما أحكي أنا عندي فطور وغدا وعشاء بعملهم وجبات متعددة صغيرة،
مش شرط انه انا اجلس عشان اقدر اتحكم او اكون معي تماما. يعني لما اجلس على الفطور مش عم بشبع. يعني اكيد لن تكون ايام سهله، بس نتمنى ان يكون الفرح هو السائد واللقاءات العائليه بصحه جيده. محمد الطيطي، دكتور محمد الطيطي، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد، شكرا وجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير.